يا مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح ما له مثل يا مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح ما له مثل يا مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح ما له مثل يا مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح ما له مثل يا مرحبا يا ضيوفنا يا الله البارد تختصر كل الهول الله يبارد هالكثير وهالقليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اسعد الله مساكم جميعا بكل خير. نلتقيكم الليلة في برنامجكم جعله مبارك وفي حلقة مميزة فيها أربعة من معاريسنا الشباب اللي الليلة دخلوا إن شاء الله وبإذن الله القفص الذهبي إلى إن شاء الله ليالي السعادة والذرية الصالحة. ومع معريسنا الليلة وأول معاريسنا سالم بن هادي الحوير، مساك الله بالخير سالم. مرحبا بك يا أبو سعيد، مرحبا بكم جميع. الله يرحب بك، مبارك لك الليلة حضور إخوانك كلهم وكلمتك ربعك اللي شرفوا حبلك. أقول بيض الله وجيههم اللي حضر، الله لا يهينهم على الحضور الطيب. طب حظك تجهيز العرس وتكاليفه لقيتها سهلة ولا مثل ما يرددون الشباب اللي يدورون للعذر؟ لا والله العظيم إلا تسهيل والحمد لله ونشكره، سهلات وأبدا إلا نقول هم توكلوا. بيض الله وجهك والله يبارك لك ويرزقك ذريه صالحه. وجهك ابيض ابو سعيد، مرحبا بكم اليوم. مرحبا. مشاهدينا ننتقل مع معرسنا الثاني. مساك الله بالخير ضيدان بن سالم الحويل الغفران، مبارك لك الليله السعيده والله يرزقك ذريه صالحه. الله يجزاك خير وبيض الله وجهكم، اشكرك واشكر قناه الريان على الحضور الطيب، وهذه عوايد عز الله انها عوايد منكم، والله يبيض وجهكم على الحضور الطيب واللي تقدمونه. حق واجب والله يبارك حياتك يا ضيدان، اخوانك كلهم حضره والليله اللي من بعيد واللي من قريب، كلمتك لهم بذا المناسبه السعيد. بيض الله وجيههم وعز الله يا حضورهم انه ينومسنا ينومسنا ومرحبا بهم ومشهلا في حفلهم. ما في شك حفل الجميع. طبعا انت والربع اربعه معاريس الليله، شغل العرس وحجوزاته وزعتوه بينكم ولا كل واحد قام بالشيء اللي يخصه؟ والله كل واحد قام بالشيء اللي خصه وقسمنا كل شيء، يعني كل شغلة على معرش، والحمد لله يعني أقل تكاليف والحمد لله على كل حال وتسهلت كل شيء. الحمد لله الله يوفقكم ويبارك لكم ويرزقكم الذرية الصالحة. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير ومرحبا بكم ومسهلا للمرة الثانية. لازلنا متواصلين مع معاريسنا ومع معرسنا الثالث الليلة سالم بن هادي الحويل الغفران، أسأل الله أنه يبارك لك ويرزقك الذرية صالحة ومساك الله بالخير. مرحبا أبو سعيد، الله يجزاك خير وبيض الله وجهك. وجهك سالم، عرست أنت مع أخوانك. طبعا العرس الناس يتقولون أن العرس الجماعي أنه فرصة أقل تكاليف وأكثر حضور من ربع الرجال ومن أخوانه ومن أصدقائه. كلمتك للحضور. نقول مرحبا بالجميع وبيض الله وجيهكم يا قناة الريان على حضوركم في كل حفل في الدوحة، بيض الله وجيهكم أبو سعيد. إيش تقول لي عن اجتماعكم أربعة معاريس في ليلة واحدة، عن التكاليف، عن الضيوف اللي جايين، عن حتى الدعوات اللي أنتم قدمتوها معا، إيش تقول في ذا التجمع في وجود ربعك كلهم؟ نقول أبو سعيد الأمور طيبة طال عمرك، ما به تكاليف إن شاء الله اللي جماعة ربعنا وجماعتكم، ونقول مرحبا بكم جميعا ابو سعيد. الله يرحب بك على فضله، والله يرزقك ذريه صالحه ومبارك لك مره ثانيه. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. ومع معرسنا الرابع عبد العزيز بن سالم الحويل الغفران، مساك الله بالخير. مرحبا، الله يمسيك بالنور. عبد العزيز انت المعرس الرابع الليله والربع كلهم اكثر الاسئله يقولون تعينا عند عبد العزيز. عبد العزيز مشاركتك لاخوانك في حفل بحضور شيبانكم وربعكم كلهم واصدقائكم اللي حضروا. كلمتك للجميع. يا مرحبا يا ابو سعيد، هذه ابرك الليالي كلها، واشكر قناه الريان على حضورهم الحفل، ومرحبا بكم جميع.
يقولون صغير القوم خادمهم، يقولون كل التكاليف وكل الشغل حطوه على عبد العزيز هو اللي يقوم به، صحيح هذا الكلام؟ صحيح، والربع كلهم ما قصروا، بيض الله وجههم جميع. وجهك الله يوفقكم ويرزقكم ذريه صالحه ويبارك لكم. الله يجزاك خير ويرحم والديك. مبروك، والله لا يهينكم على ذا الحضور، جزاكم الله خير. والله الليلة من أبرك الليالي اللي شفنا الوجي فيها والحضور الكريم، ومبارك الأخوان المتزوجين، وهذه صراحة فرصة، يعني فرصة لقاء للأحبة، يعني حتى من جميع أطراف الخليج العربي في ظل هذه الأوقات، حتى فرصة للتجمع، ونحن نجتمع إن شاء الله في ذا الحفلات والمناسبات. والله العظيم إن هذه أبرك الليالي اللي تشوف فيها ربعك وإخوانك متجمعين عندك، أول شيء قايمين بواجبهم حضور المناسبة، وأيضا متجمعين للسلام على بعض، فهذه يعني مناسبة الواحد يحرص، يعني شديد الحرص على أنه يعني يتواجد في المناسبات هذه يعني. أحب أشكر قناة الريان على حضورها المتواجد بين الأعراس كلها، وثانيا أبارك إخواني وعسى الله يوفقهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. يا مرحبا يا ضيوفنا، عد القنوف بحضوركم، جو الفرح ما له مثل. يا مرحبا يا ضيوفنا، عد القنوف بحضوركم، جو الفرح ما له مثل. يا مرحبا يا ضيوفنا، عد القنوف بحضوركم، جو الفرح ما له مثل. يا مرحبا يا ضيوفنا، عد القنوف بحضوركم، جو الفرح ما له مثل. يا مرحبا يا ضيوفنا، يا لحن بارد تحت صوت الهوى، الله يبارك في الكثير والقليل. الله يبارك فيكم جميع، وبارك لك في قناة الريان، وجزاكم خير، واشكر الحضور الكريم، ما قصرتوا، وجزاكم الله خير، والغايب ادرى معه. أبارك لفهد ولدي إن شاء الله الذرية الصالحة، والله يوفق له إن شاء الله ويجمع على خير، وأتمنى كل التوفيق للحاضرين، والله يوفقهم إن شاء الله، ومشكورين وبيض الله وجيههم على جيتهم وتقديرهم لنا، وهذا شيء كبير بالنسبة لنا. أبارك حق ولدي فهد، وأبارك للمتزوجين بعد اللي في نفس اليوم، والله يرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. الله يبارك له إن شاء الله، يبارك في زواجه إن شاء الله، ويرزقه الذرية الطيبة. أحب أبارك لأخوي فهد على زواجه اليوم، والله يبارك له ويسعده في حياته الجديدة، ونحث الشباب على الزواج المبكر، هم يستاهلون إن شاء الله. ونشكر قناة الريان على تواجدها وتغطيتها ويانا، ويظل الله وجيهكم، عز الله أنكم ما قصرتوا معنا. الله يهني ويبارك له إن شاء الله، يجيب له الذرية صالحة. في البداية نشكر الحكومة الرشيدة على الإلقاعات الحمد لله المجانية للشباب، وشجع الشباب على الزواج، لأن الزواج ستر الإنسان، ولعجهم إن شاء الله الذرية الصالحة، الله يهنيهم إن شاء الله فارسهم. شيء أبارك حق الأخ جمال زواج ولده بهذه المناسبة الطيبة، وأتمنى صادقا
ان الله يسعده في هذه الدنيا وان الله يرزقه الذريه الصالحه. نبارك حق ابو المعرس والمعرس وجماعته واللي ما حضر معذور، ويا مرحبا بالحضور. مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح ما له مثل. يا مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح ما له مثل. يا مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح ما له مثل. يا مرحبا يا ضيوفنا عد القنوف بحضوركم جو الفرح. نلتقيكم الليلة من قاعات الرفاع حاضرين مع اخواننا ونشاركهم فرحتهم بهذه الليله السعيده، ومع معرسنا حمد ابن احمد المحمد اللي نسال الله انه يبارك له ويبارك عليه ويرزقه الذريه الصالحه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، وارحم الله والديكم يا قناه الريان على الجيه والواجب والحضور في مقرنا وفرحنا وتشاركونا في الافراح. الله يديم علينا وعليكم الافراح حمد في هذه الليله السعيده، اخوانك وربعك كلهم اللي تواصل معك بالتليفون واللي حضر عرسك واللي يشاهدك من خلال شاشة قناة الريان وما قدر يوصلك، شو تقول لهم؟ نقول لهم يا مرحبا بالحضور اللي كان متواجد أو واللي ما قدر يحضر العرس، نقول معذور ومسموح، وإن شاء الله الله يقدرنا نرد الجميل اللي حضر عرسنا وغيره إن شاء الله. نقول لك الله يبارك لك إن شاء الله ويرزقك ذرية صالحة يا رب العالمين. الله يجزاكم خير وما قصرتوا. مبارك حق حمد إن شاء الله، نقول له مبروك وإن شاء الله يتم عليك بالخير، ونشكر الحضور كلهم اللي موجودين هنا، أقول لهم بيض الله وجهكم ما قصرتم. والله هني الأستاذ حمد على الزواج، وإن شاء الله الله يبارك له، ونقول مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وأحث كل الشباب على الزواج، الرسول عليه السلام يقول: يا معشر الشباب، من يستطع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني أنتوا ليش تستخدمون الوجاء وعندكم متيسر؟ فأنا أنصح كل الشباب إن شاء الله بالزواج، ويسرون على بناتنا ويتزوجون كلهم. بارك حق اخوي يعني خير ما دبرت، وان شاء الله انه يعني الله يرزقه الذريه الصالحه ان شاء الله.